السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء؟ لم يسووك في علاك وقد حال السنا منك دونهم والسناء. إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء. أنت مصباح كل فضل فما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء. ما مضت فترة من الرسل إلا بشرت قومك ما مضت فترة من الرسل إلا بشرت قومها بك الأنبياء. تتباهى بك العصور وتسمو بك علياء بعدها علياء. بهدأة الليل تكسر حناجر المداحة السكون وهي تمدح خير البرية بشعر البصيري وحسان ومحمد الرذالي في ذكر معجزات من أضاء به الله حلكة ليلنا البهيم وأرسله ليخرجنا من الظلمات إلى النور. تنافس الشعراء والفنانون في إنشاء المديح وإنشاده، ولبلد المليون شاعر حظ وفير من القصائد المديحية بالعربية والعامية، وإن كان كل ذلك يبقى قاصرا عن الإحاطة بخصال المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم. عيدكم مبارك سعيد مشاهدينا الكرام. حلقتنا الليلة سنعطرها بشذا المديح النبوي أو ما يعرف لدينا بالمدح وتاريخ ظهوره في موريتانيا وأبرز خصائصه، وستتخلل هذه الحلقة قصائد فصيحة وشعبية لأبرز الشعراء الموريتانيين والعرب في مدح أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. ونستضيف لكم الليلة الدكتور سيداتي والسيد الخير أستاذ جامعي والأديب محمد لمين ولنن رئيس المجلس الأعلى لاتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين. أهلا بكما ضيفين الكريمين. أولا هذه الحلقة فضلا عن كونها تأتي ليلة عيد الفطر المبارك أيضا تأتي بعد يوم واحد من التفجير الذي استهدف المسجد النبوي الشريف على بعد 300 متر من قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو استهداف للمسلمين جميعا. بداية معك الأستاذ محمد لمين، نبدأ مع قصيدة مدحية معك أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبي الكريم. اللهم اجعل إنشاءنا وإنشادنا لهذه المدايح خالصا لوجهك الكريم وتقبله منا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليه وسلم. القصيدة بعنوان وبشرى للعباد وللبلاد. ألا أهلا بمولد خير هادي وبشرى للعباد وللبلاد. بمولده أضاء الكون طرا وأشرقت الحواضر والبوادي. أتى والناس في غي وجهل وجور لا يطاق وفي فساد. فجاء الحق لما جاء طاف أبدل كل غي بالرشاد. لقد جاز السماوات اختراقا إلى المولى وعاد بخير زادي. فتم له ابتعاد في اقتراب وتم له اقتراب في ابتعاد. لقد جاز السماوات اختراقا إلى المولى وعاد بخير زادي. فتم له ابتعاد في اقتراب وتم له اقتراب في ابتعاد. وآخى الناس بالحسنى فقامت موازين العدالة والسداد. به الإنسان إنسانا قد أضحى وكان من المهانة كالجماد. فصان كرامة الإنسان فينا وعلمنا السماحة والتهادي. وعم الدين أخلاقا وعلما بنور للمعارف اتقادي. وعم الدين أخلاقا وعلما بنور للمعارف اتقادي. فسادت شرعة الإسلام هديا وعدلا في مساواة اتحادي. فدان له الجميع بذاك طوعا ومال عن العناد للانقياد. فقامت دولة الإسلام شرقا وغربا في ازدهار وازدياد. فقامت دولة الإسلام شرقا وغربا في ازدهار وازدياد. فأزهرت المحبة في البرايا جسورا للتواصل والوداد. فأزهرت المحبة في البرايا جسورا للتواصل والوداد. ألا إني مشوق مستهام بحب محمد خضر النوادي. ألا إني مشوق مستهام بحب محمد فخر النوادي. لقد هاجت لي ذكرى شجونا أثارت لوعتي ونفت رقادي.
لقد هاجت لي ذكرى شجونا أثارت لوعتي ونفت رقادي فذكرى المولد النبوي تحيي مواسم للتشوق والسهاد فذكرى المولد النبوي تحيي مواسم للتشوق والسهاد وتذكي في الفؤاد هوى دفينا كأن النار من تحت الرماد وتذكي في الفؤاد هوى دفينا كأن النار من تحت الرماد فهل إلا له من اشتياق وهل إلا له من التنادي ألا يا صحبتي هل من معين على ما في الحشاشة والفؤاد فحب محمد حصني وأمني وحسبي واعتمادي واعتدادي إمام الرسل منبع كل خير مزيل الغم والكرب الشداد هو البر الرحيم المرتضى من أقام الدين مرفوع العماد صلى الله عليه وسلم إمام الرسل منبع كل خير مزيل الغم والكرب الشداد هو البر الرحيم المرتضى من أقام الدين مرفوع العماد هو البدر المنير دوج الليالي هو البدر المنير دوج الليالي هو البحر الخضم أخ الأيادي به تحقيق ما نصبو إليه ونامل من مرام النوم مرادي به تحقيق ما نصبو إليه ونامل من مرام النوم مرادي به نرجو لدى الدنيا نجاحا وفي الأخرى الفلاح لدى المعادي به نرجو لدى الدنيا نجاحا وفي الأخرى الفلاح لدى المعادي عليه من العلي أزكى صلاة وتسليم عليه بلا نفاد صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم أستاذ. نتقل دكتور استدياتي وبسيد الخير تتحدث لنا عن بداية ظهور المدح في موريتانيا. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم اللهم صل وسلم على سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. أهنئ جميع المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك ونرجو من الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع الصوم ونستذكر ذكريات النبوة مع هذه الفاجعة التي حدثت في المملكة العربية السعودية. نرحم على الشهداء أيضا نرحم على الشهداء فهم شهداء على كل حال يدافعون عن الآلاف من حراس بيت الله الحرام المسجد النبوي الشريف. على كل حال هنا لابد أن نقف وقفة لحماية المقدسات بصفة عامة وإذهان المسلمين بصفة عامة لنرفع معاني النبوة التي تعني الإخاء والمحبة والسلام. صلى الله على النبي الكريم. الحديث عن بداية المدح النبوي أو المديح النبوي حديث ذو شجون. فالمديح ولد مع النبي صلى الله عليه وسلم فخير الخلق مدحه الناس قبل البعثة كثيرا ما كان الثناء تلهج به ألسنة من يعرفونه من العربي وغير العربي ما ذكر لأحد إلا وكان الثناء حاضرا وكان الثناء هو السمة التي يتميز بها عن غيره من أقرانه قبل البعثة. أما وقد جاءت البعثة فقد كان الثناء في السماوات والأرض أيضا كم مدحه ربه ومدحه الخلق ومدحه نعم الشعراء. أستاذ الكريم في موريتانيا ربما يقول بعض أن هناك لون أو نوع خاص من المديح النبوي سهرات المدح كما تعرف لدينا الحديث عن هذه السهرات في الخصوصية الموريتانية. المدح إنشاؤه هنا ليس من ناحية ليس إلا امتدادا لقصائد المدح في المشرق وفي التاريخ الإسلامي فالناس جميع الموريتانيين تأثروا بالبوصيري تأثروا بالبردة. نحن نعرف مستوى التبرك والإنشاد الذي كان الموريتانيون الأوائل يتمثلونه ما يتعلق بقصائد البوصيري. على كل حال إذا كان لابد أن نتحدث عن خصوصية في هذا الإطار فإننا سوف نتحدث عن المستوى المتعلق بالأداء. فقد كان الشناقطة الأول يتحلقون حول حلقات المديح النبوي في أطراف القرى والمدن وفي الأرياف وفي الحواضر وفي البوادي وفي المساجد لأن المديح
المؤرخين الأول لتاريخ الأدب الموريتاني أغلبهم يقولوا بأنه نشأ في الحواضر وفي المساجد لارتباطه بالبعد التعبدي، ولأنه أيضا في بدايته كما يقول الكثيرون كان يتمحض للتعبد ولخصال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن فيه تلك المقدمات الغزلية في بدايته، لأن البعد الديني كان يؤثر على السلاطين وعلى الأمراء، وكانوا يزهرون الشعراء خوفا من التجاوز البعد التعبدي فيما ينشد وينشأ من الشعر. وقد تطور بعد ذلك، أخذ مراحل وأشكال وأبعاد بس حسب تطور المجتمع وتطور البيئات. ولكن إذا كنتم تقصدون المديح بشكله الإنشادي، فأولا كان في على مستوى المساجد فيما يتعلق بالخاصة، انتقل بعد ذلك إلى عامة الناس، وتناقلته الألسن بالغناء وفي مجالس الطرب التعبدي إن صح التعبير، في حلقات في أطراف المدن كان العمال والسمار يتلهون به ويطربون به السامعين، وكان فعلا خصوصية موريتانية لا زالت تطور. تسبب خصوصية موريتانية للأبعاد المتعلقة بالأدوات العزفي طبلي وبالأداء، طريقة الأداء طبل والشنة وأدوات الرقص وأدوات حتى البحور أو البتوتة. نعم، ابتداع ما يعرف لدينا بالكرزة، وسنتحدث عنها في إطار هذه الحلقة. هناك الكرزة مستوى من مستوى المديح النبوي الشعبي، والكرزة ربما هي تطور لتلك الجفان أو تلك الأشطر التي كانت في المدح الأول في البدايات، التي كان الموريتانيون يتبنونها وينشدونها. والكرزة عملية متقدمة لأنها شبيهة بالملحمة، تبدأ عندها تمصلات كلها تتعلق كأنها تعطيك صورة، كأنها دراما تنقل إليك. لديها خصائص أيضا، قبل أن ندخل في هذه الخصائص نتوجه بسؤال للأستاذ محمد لمين ليتحدث عن تعليق على ظهور فن المدح في موريتانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابع المديح الموريتاني إذا جاز التعبير. كما ذكر الأخ، نحن في هذه الليلة نتمنى لجميع الموريتانيين خصوصا ولجميع المسلمين عموما، نتقبل الله صيامنا وصيامهم وقيامنا وقيامهم بعد نهاية الشهر المبارك المصرم، ونشاطر إخوتنا في المملكة العربية السعودية آلامهم التي هي آلام لجميع المسلمين في شتى بقاع العالم وفي موريتانيا بصفة أخص، خصوصا أن تفجير وقع في شهر رمضان الكريم وعلى بعد أمتار من قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، هي حادثة لأئمتهم المسلمين جميعا. ونحن في هذا القتل القصدي نعتبرها اعتداء علينا، ونعتبرها كارثة بالنسبة للمسلمين جميعا، ونقف إلى جانب أخوتنا في المملكة العربية السعودية في هذا الموقف. فيما يتعلق بالسؤال طابع المدح، أعتقد أن نشأة المدح في موريتانيا نشأت مع نشأة الموريتانيين أنفسهم، ليس هناك انفصال في النشأة بين المدح والموريتانيين، لكن المدح كإنشاء، نتحدث عن المدح كإنشاء، نتحدث عنه كإنشاء وكإنشاء. فالحياة الموريتانية ملونة بالمدح. المدح يمكن أن نقول بأنه انعكس على جميع حياة الموريتانيين. مثلا على سبيل المثال، هناك الإنشاد الديني له علاقة وطيدة بالمدح، وهناك المواجد المحبين هي في حقيقتها نوع من التغني بمحبة النبي الحبيب، هي التي يتذوق فيها المؤمن طعم الإيمان، حلاوة الإيمان. نجد أيضا أن هذا المديح وارتباط الموريتانية بهذا المديح
أنه ألقى بظلالها على جميع الحياة الموريتانية. فمثلا في الموسيقى على سبيل المثال، أول مقام من مقامات أسوان عندنا ما يسمى بكر، سواء كان في جنب البيضة مكة موسى أو في جنب الكحل تماس، عادة يبدأ الفنانون يقوم عندنا يبدأون بأبيات من مدحه صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعضهم أصبح يسمي هذا المقام بالمدح. هذه علامة بارزة في موسيقى في الموسيقى الموريتانية، أنها تبدأ كمدخل للتبرك ولتهيئة النفوس ولإثارة الإشراقات الروحية للمتلقي. طيب، نجد أيضا أن ظاهرة بند في الوسط الشعبي هي ظاهرة تستحق الدراسة، هي ظاهرة ترتبط أساسا بالمدح النبوي، بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، بشمائل أصحابه، بتمجيدهم، بالدعوة إليهم. وبند هذه أعتبر أنها مدرسة. ربما الآن انحرفت قليلا عن الهدف الذي وجدت حتى الآن ما زالت بند في جميع أقصاء الوطن وفي جميع أريافه، ما زالت محافظة على طابعها الروحي المدحي، وإن كانت في بعض المدن الكبرى بدأت تتخلوها لمسات موجهة في اتجاهات أخرى، لكن ذلك لا ينقص بعيد كل بعد البعد عن طبعا لكن بند ستبقى مدرسة روحية ومدرسة دينية. نعم. ومدرسة أيضا هذه المدرسة ومدرسة أيضا سياسية، لأن بند يحضرها الجميع. نعم. بدون فوارق. هي عبارة عن مدرسة تمحي فيها الفوارق الاجتماعية، هي تجسيد الوحدة الوطنية. نعم. وبالتالي هي مهمة جدا. بند هذه في طابعها الحقيقي ليست سوى تغني بفضائل وشمائل ومزايا النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته وبطولاته وإنجازاته التي حققها للبشرية وحققها للإنسان. من هنا كانت بند مدرسة ذات قيادة متعددة، طابع روحي، طابع اجتماعي، طابع سياسي، طابع لم جميع الطبقات وجميع الشرائح ذات الفوارق بين الجميع. طيب، نجد أيضا أن الموريتاني عندما يخلو بنفسه حتى ولو كان في الحمام لا يتمالك إلا أن تراه يردد إنا بيت الوراعي، إنا بيت ابن فارض، إنا بيت حسان بن ثابت، عبد الله بن رباحة، أو أي واحد من محمد اليدالي. وفلسفة محمد اليدالي هي إنشئته هي نوع من التمازج بين الغناء في الإنشاء والغناء في الأداء في الإنشاء. دور موسيقي في نص من المدح، وبالتالي من هنا جاءت راعتها وجاءت استقطابها للجميع، المثقف العالم والشعبي البسيط كلهم يقفون اتجاه كرزة محمد اليداري، نفس الموقف، نفس الإشراقات الروحية، نفس التعلق، نفس الفهم، نفس التعاطي. ومن هنا أقول بأن المديح النبوي سواء كان تعداد وإشادة بمعجزاته صلى الله عليه وسلم وشمائله، وكان ترانيم المناجد للمحبين يتذوقون بها حلاوة الإيمان والتعلق بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان نوع من الإنشاد الديني، هو في حقيقته هو أكبر لون مسيطر على المجتمع الموريتاني ويستقطب المجتمع الموريتاني ويكون خصوصي لهذا المجتمع. أستاذ حمل بن سنة عدلت مع قصيدة جديدة أيضاً، سأعود إليك سيداتي. تحدثت عن خصائص
ومميزات ما يعرف بالكرزة. على كل حال قبل أن نتحدث عن الكرزة نريد أن ننبه إلى أن تاريخ النص المديحي ننشد تاريخ ينتابه الكثير من الأسئلة، لأن في الحقيقة النص الذي يتغنى به لا في الغالب لا يعرف قائله، لا يعرف من قال هذا النص، وبالتالي فإن الذي أنشده الذي أنشأه في الغالب هو ذاكرة جمعية، هو جزء من الثقافة المشتركة، وبالتالي يمحي فيه القائل الفرد، فلا تجد قطعة أو أبياتا يتغنى بها مداحون معروفة المصدر إلا قليلا. القصائد المعروفة لا، تلك القصائد لها خصوصيتها، خاصة القصائد التي تطبع الفصيح، ما إذا كانت تتمحض للعامية فإنه يمحي الآثار المتعلقة بقائل أو أوليتها، معناه ما هي أول قصيدة قيلت فيها الإضافة، لكل الإضافة على القصيدة وهكذا، حتى أنك لا يمكن أن يقول لك أحد متى ظهر المديح النبوي، لا يمكن أن يقال أساسا، يمكن أن تقول لأنه مرتبط كما تفضل الأستاذ مرتبط بالإنسان المسلم، لكن في صياغته الحالية وفي شكله الذي نعرفه متى بدأ المسلم دائما يلهج بمدح النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في بعده الأدبي وفي بعده التطوري الذي نعرفه والذي وصلنا ووصل أسلافنا لا يمكن أن يقال، لا يمكن حتى الآن لا يمكن، لم تصل بعد الدراسات إلى ما هو أول من قال المديح النبوي، ولا هو أول من مدح النبي صلى الله عليه وسلم على الشنة أو البندة أو الطبل أو التدينيت أو الأردين. على كل حال كلهم حتى فعلا عندما نتحدث عن مثلاً أولية الشعر الشعبي في عام عسى الدوم الانجابته حتى فيها خلاف، وقالوا أنه أول ما نطق به صلى الله عليه وسلم نبي الله أنبي صلى الله عليه وسلم بديك السخية، إلا أن هناك من يقول بأن أول ما نطق به سيد الدوم الانجابته شيء آخر، فضلاش مشروع به شيخ نزايلها وحللها إلى آخره، معناه حتى المعروف منه هو المدون في القرن السابع عشر السادس على الأقل إلى عادنا هو الشيء قال بعض من قصائد الأولى قالها والله طلع عند ولات قالهم يقال إن أول في خلاف بين الدارسين هل أول ما قاله وقال إنه رأى رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم بصق في فمه وعندما استيقظ فإذا به يقول صلى الله عليه وسلم نبي الله أنبي وذلك الكرز المعروف والله الفخر بجلك السخية سراج المعروف، ويقال رأي آخر إنه كان سائس خيلي الأمير وعند جاء يركب فرسه وأول ما نطق به قال له لماذا تركب فرسي، لأن ذلك ممنوع، فرس الأمير لا يركبها إلى الأمير، قال له لماذا تركب فرسي وكانت كارثة، قال نطق بما لم يعرف منه سابقا بهذا الشعر الجميل فرس فقراش نشوع قيل شيخ نهايله وحلا ما هي فرس فقراش بخير إلى آخره. على كل حال حتى المعروف منهم في القرن السادس عشر والسابع عشر فيه خلاف، ما بالك بما قبل ذلك، بما تعجز الذاكرة الجمعية عن تلمسه وضبطه، خاصة أننا في الأغلب مجتمع رحال، إلا أن الذي يغلب عليه الحال أن المديح ظهر في أول ما ظهر في المساجد ارتباطه بالتعبد وارتباطه وظهر في حلقات التصوف، حلقات المتصوفين يعني ارتباطهم بذات الإلهية بالنسبة للخصوصية أبرز ما يميز الكرزة أبرز ما يميز الكرزة والتي هي العمود الفقري للمدح في موريتانيا. المديح فيه أصناف، المديح الذي كان فيه أصناف في الكرزة اللي كانت تتعلق بالمدح الطويل، أما المدح الصغيرة المدح لشكل نتف وأبيات فإنها كانت تظهر من هنا وهناك على وسائل العزف المتفاوتة، أما الكرزة فإنها مظهر الذي يشكل المظهر أطول في المدح، والكرزة خصوصي عبارة عن ملحمة يبدأ يتصور يتخيل فيها الشاعر
الشاعر قبل أن أقول المغني، تخيلوا فيها الشاعر ملحمة قامت من ملاحم النبي صلى الله عليه وسلم وملاحم الصحابة، وخاصة سرد لأحداث من السيرة النبوية العطرة، لكنها مضمخة بالخيال، لأنها تظهر فيها حتى الطلق الناري. يقول قال قام الدخان وأشياء من هذا القبيل، مخبطهم بكعمارة كذا وكذا، أشياء لا توجد لا توجد في الماضي تاريخيا، لا توجد الرصاص في النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد الطلق الناري، ولا يوجد إشجار. نعم، هو يتحدث عن الطرق التي سبيل النجاس على سبيل معناه حمية. لا، على كل حال ذاك المثال، هو يتحدث عن الفارس حتى اسم الدراعة، النبي صلى الله عليه وسلم بدراعته، وفلان بدراعته، وفلان بملحفتها، معناه أنه ابن بيئته أولا. ويتخيل ملحمة من هذا التاريخ الجميل، لكنه ضمخها بتاريخه وخياله، ربما بهذه الصحراء تقريب الصورة أيضا للمتلقي، استخدام الدراعة واستخدام التعمار، ربما يقرب الصورة للمتلقي، هو المتلقي هو صاحب الكرزة الغالب، هو يقولها أولا يعبر عن نفسه، هو أولا يفهم المعاني هكذا، يفهم المجاز والتشبيهات انطلاقا من محيطه وبيئته، هو بصدق عاطفته لا يتكلف نفسه بأن ينقل الأمثلة والمعاني التي ننقلها نحن الشعراء الشاعر العالم، لأن الشاعر العالم يتمثل الأمثلة الموجودة في الجزائر العربي، يقول الضيباء ويقول رحلة الضيباء التي رحلة الصيد التي لم يعشها أصلا، ورحلة إلى المحبوبة، ورحلة إلى الممدوح بالمدح، يتكلف نفسه لأنه عالم، لأنه نقل الشعر من منطقة الجزيرة العربية، منطقة الشرق العربي. حتى يظهر في الأدب قاع الحديث تصدر الشاعر الموريتاني يقول لك فصل الربيع ويقول لك الزهور هكذا. لأنه أما صاحب الكرزة أو صاحب المديح فإنه يعيش بيئته حقيقة، وهذا ما يعطي المديح خصوصيته المحلية، لأنه لا يتمثل في هذا المعاني النبوية، ينقلها لك في 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 ثوب في ثوب قشيب من الواقع المحلي ومن البيئة المحلية. يلبسه دراعة، يلبسه المديح دراعة، ويلبسه ملحفة، ويلبسه حتى خصوصيات الجمال. فهذا عندما يتحدثون عن نساء الصحابيات ونساء البيت النبوي الشريف يصفهن بأوصاف الجمال عند الموريتانيين، لا يصفها بأوصاف الجمال عند الإنسان العربي القديم، وحتى الرجولة الفروسية، حتى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب والصحابة وآل البيت والفرسان والجهاد، يتحدث عنهم انطلاقا من المعجم المحلي ومن الأشياء المحلية، يشبه بالأشياء المحلية الموريتانية، حتى أنك تقول أنه كانوا يقول لك فرسان من موريتانيين، من صحراويين، من القبائل الموريتانية، لكن المعنى فقط هو الذي يحيلك إلى أن هذا المعنى وهذه الأوصاف تعني السيرة النبوية العطرة، وتعني الجهاد في سبيل الله، وتعني الصفات النبوية الشريفة، وتعني خصوصية وخصوصية النبوية المحمدية. المذاعي شوية يقربوا له الأمور، يقول لك جاءوا قومنا وعدوا كذا وهربوا من خنزير، يقربوا له الأمور ويجعلوا تروح هذا المحل، يتمثلوها غير هذا بعد عامل قوة، وهذا عامل يعبر عن الحدث صدق العاطفة، ويعطوه طابع محلي، والمقاتل كان الدرع لم تمنح مقاتل ولباس وطني وزي وطني، وبالتالي ليس هناك من نشاز إذا قلنا أن المقاتل درعة ولا كان ولا لبس درعة، هذا عادي تماما، هناك تشابه بين هو يصف لك الدراعة مرة بيضة مرة الدراعة خضراء مرة ملحفة، يصف لك ملحفة دائما الصا ملحفة دائما سوداء كالملحفة الموريتانية القديمة. وبالتالي أنت تعرف أنه يغترف من بيئته الخاصة، يضفي من بيئته الخاصة، الجسم المديح دائما من البيئة المحلية، وروحه
وروحه من السيرة النبوية العظيمة. وبالتالي فإن السيرة تنقل في جو موريتاني أصيل، وهذا تعاطي جيد جدا، وهذا ما يخصص ويعطي خصوصية للمدحة والكرزة المحلية، والتي هي بناء وطني إلى حد الآن، بناء وطني بامتياز. وبالتالي فإن تطويره تطوير للتدين الموريتاني ولممارسة الشعائر الدينية الموريتانية، وتطوير أيضا لفهم السيرة من خلال البيئة المحلية. وبالتالي سمح من أمين أعزب تعليق على مسابقة اسم القصيدة الثانية. أريد أن أقول اختصار بين المدح والمدح عندنا هي من جهة نقل المعلومات الدينية العقدية الأحكام الفقهية والمسلكيات، نقل المسلكيات النبيلة الشريفة التي تتضمنها السيرة النبوية، لجعل المسلم الموريتاني لجعل المواطن الموريتاني يعيش في الحدث كما هو ويقلده ويتشبع بروحانياته. وهذه ما جعلت من هذا المديح حياة حقيقية للموريتانيين يعيشون به، يرتبطون به، يتخذون منه غذاء روحيا، يتخذون منه ملهما للأخلاق الكريمة، تشبع بالأخلاق الفاضلة، ويجعلون منه حياة يومية يرتبطون به، يعبرون به، يستلهمون منه الأحكام، يستلهمون منه الفضائل، يستلهمون منه حتى بركات يتوسلون به يستغيثون ويتوسلون للنبي صلى الله عليه وسلم ولفضائله وشمائله عليه الصلاة والسلام. وبالتالي الموريتاني بطبعه مداحا، سواء كان منشئا أو مستهلكا، هو بطبعه مداح يعيش المديح، سواء كان منشئا لهذا المديح أو كان مستهلكا لهذا المديح. أستاذ محمد أمين، القصيدة الثانية هذا المجال التنظيم في الموضوع هو يعني الأستاذ وأقدر من عليه بارك الله بعك، وكل ما أقوله فيه هو فقط من باب المشاركة فقط. هي قصيدة ألقيتها في حفلة السنة الماضية نظمتها الشيخة رفعة بنت الشيخ حسن في مقاطعة تيارت. القصيدة عنوانها بمناسبة مولد النبي، القصيدة عنوانها وتعظيم النبي من وسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على النبي الحل. القصيدة على طريقة القصائد المديحية التقليدية القديمة، القصائد التي مدح بها صلى الله عليه وسلم في حياته وبحضوره، لأنها اعتبرت نموذج، اعتبرت نسق القصيدة بنيه القصيدة، تبعت في ذلك مثلا المقدمة الغزلية والتغني بمعجزاته صلى الله عليه وسلم، نفس النمطية، نفس قال انه قال لا تمدحني بخصيصي. ألا ما بال ليلي فيه طول، وما بال الترقب لا يزول، لئن رحل الحمول ضحى بليلى، وما عزت علي بها الحمول، فما رحلوا بليلى عن وادي، وحقا شاقني منها الرحيل. لا ما بال ليلي فيه طول، وما بال الترقب لا يزول، لئن رحل الحمول ضحى بليلى، وما عزت علي بها الحمول، فما رحلوا بليلى عن وادي، وحقا شاقني منها الرحيل. هتاة تستبيك بحسن قد تميل به تهنى تستميل، لها طرف وسالفة وجيد، كحيل الجفن فاحمة طويل، تريك مؤشرا عذبا وتلكي مباسمها الملاحة والقبول. لقد كملت محاسنها كما في مكارمه العلا كمل الرسول صلى الله عليه وسلم،
محمد نجو عبد الله من قد أضاء الكون فاتضح السبيل وأتى والناس في جهل وغي تسود به السفاهة والسهول فأشرق ساطع العرفان منه بنور ما له أبدا أفول لقد له صحب هداة نسد حرب شحاجحة جهابية فحول أحبوه أطاعوه أداروا على الدنيا فتوحات تطول له صحب هداة أسد حرب شحاجحة جهابية فحول أحبوه أطاعوه أداروا على الدنيا فتوحات تطول فدان له الجميع هدى وعدلا وإنعاما فزال به المحول هو البدر المنير دجى الليالي وشمس للحقيقة لا تزول لسان صادق كف سحاب وقلب ثابت وجه جميل لسان صادق كف سحاب وقلب ثابت وجه جميل له القرآن معجزة تحدى به البلغاء فانبهر العقول سبحت الحصى في كف طاء وسال به النمير السلسبيل وليس لما له من معجزات ترى حدا لكثرة ما يهول لقد فاق الورى خلقا وخلقا فتم بخلقه الخلق الجليل صلى الله عليه وسلم شمائله لعمركم عياب تروق كأنها الخمر الشمول ولان وقد أساء إليه بعض ولان وقد أساء إليه بعض وبعض قد تملكه الخمول فإن الله ناصره عليهم وكافيه وهو له الكفيل فما ضر الثريا نبح كلب ولا دك الكدى أبدا عويل أحبائي أقيموا واستقيموا على حب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تميل فلان وقد أساء إليه بعض وبعض قد تملكه الخمول فإن الله ناصره عليهم وكافيه وهو له الكفيل فما ضر الثريا نبح كلب ولا دك الكدى أبدا عويل أحبائي أقيموا واستقيموا على حب النبي ولا تميلوا ألا فشدوا بحبكم لطا وصولوا في مدائحه وجولوا ودقوا الطبل فيه فمدح طه جدير أن تدق له الطبول وبوحوا بامتداحكم لطا وقولوا ما استطعتم أن تقولوا بخيل من يظن بمدح طاء ومن يبغي به بدلا بخيل وإنا في بني الإسلام نعلي مناصرة لطاء لا تحول صلى الله عليه وسلم وندعو كل ذي رأي سديد لنصرته التي لا تستقيل ونفديه بأعلى ما لدينا وذاك بحقه نثر قليل نجدد عهده حبا ومدحا لعل به يكون لنا الوصول ونلعن من أساء إليه طرا لا لعن المسيء خسئ الرذيل فتوقير النبي هدى وغنم وتعظيم النبي منى وسول ونلعن من أساء إليه طرا لا لعن المسيء خسئ الرذيل ونلعن من أساء إليه طرا لا لعن المسيخ سئ الرذيل فتوقير النبي هدى وغنم وتعظيم النبي منى وسول عليه من العلي أزكى صلاة وتسليم يتم بها القبول صلى الله عليه وسلم. شكرا لك محمد الأمين. نشكركم أستاذ سيداتي والسيد الخير تحدثون عن حضور المدح النبوي في الشعر الموريتاني الفصيح. بسم الله الرحمن الرحيم. حضور المديح النبوي في الشعر الموريتاني الفصيح يمكن أن يكون السؤال معكوسا، ما مدى حضور الشعر الموريتاني في المديح النبوي؟ لأن المديح النبوي هو الخاصية التي يتميز بها الشعر الموريتاني عن غيره، لأنه غالبا لا كان في فترة ما في بداية ظهور الشعر التي وجدت لا يكاد شاعر يتكلم قبل أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكاد يصل غرضه الذي يريد قبل أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نعرف أنه من القرن السابع من قصيدة البصري المعروفة لم يقل شاعر بصفة عامة شعرا إلا وتأثر بهذه القصيدة. والموريتانيون معروف
حاسية الدينية كانت مفرطة في بداية ظهور بريطانيا في هذه البلاد، لأنه مجتمع كان متدين متعلق بالقيم النبوية. حتى الإنشاد يقال بأن هذا الإنشاد هو ارتباط بالأصل الذي هو شبه الجزيرة العربية، هو بلاد الحرمين، لإحساس الموريتاني بالبعد عن هذه البلاد وحنينه الدائم إليها. كان دائما يوجه وجهه شطر هذه البلاد ويبدأ يتمثلها ويحن إليها، لأنه ما دام لا يصل بدنه لا يستطيع بدنه أن يصل إليها، فإن قلبه معلق بها ولا يبغي بذلك بدنه. وبالتالي فإن كما قلنا كانت الحواضر كانت بالعيش والبيل الشرقي حقبة، فإن الحواضر الدينية كانت الذي وجده الباحثون أن بداية هذا الإنشاد كان في هذه الحواضر في مساجدها، مساجد ولاة ودان وتشيد وشنقط المدن التاريخية المعروفة. ولا شك أنه كان في أريافها، لأن يعني أرياف وادي عالم. وما يعني أبرز القصائد التي كتبت النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة؟ على كل حال كما قلنا يقال أنه بدأ بمراحل ثلاث، بعض الباحثين قسموا إلى مراحل ثلاث. المرحلة الأولى هي مرحلة البدايات، وكانت تتمحض كما تتمحض لعزوف الفقهاء والساسة حينها عن الأغراض الأخرى، يتمحض أساسا للمديح النبوي وللأحكام الفقهية وللأحكام الشرعية. ومرحلة أخرى تطور وبدأ ينتشر، بدأت الناس تتعاطى الأغراض بصفة عامة، وكان المديح في إطار الهيكل المعروفة للقصيدة، مقدمة المديحية الغزلية، بداية المقدمة الطلبية، وبعد ذلك الوصول إلى الممدوح ومعوده النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك الوصول إلى أغراض أخرى قد تكون متعلقة بالشاعر نفسه. والمرحلة الأخيرة هي المرحلة الحديثة ما بعد القرن الثالث عشر الهجري، هي مرحلة تطور القصيدة بصفة عامة، وبدأ المدح يأخذ يتقوقع إلى أن يكون غرضا خاصا لوحده، ينفصل عن الأغراض الأخرى التي بدأت ترتبط بالتناص مع الأغراض القديمة، القصيدة العربية القديمة من الهجاء والرثاء وإلى غير ذلك والغزل إلى غيرها. كما قلنا بداية قصائد الأشهر فيه كل ما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو شهر، إلا أن الموريتانيين ترتبط أذهانهم بقصائد بن رازق. رازق حتى بن رازق كان يبالغ في مدح النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه مدحه نعله، وهذه خصوصية أيضا تدل على ارتباط هذا سكان هذا المنكب بالخصائل المحمدية وبالمعاني المحمدية وبأشياء النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يمدحه نعله، وعند تعرف أن العرب والله عندنا في الثقافة العربية القديمة أن النعل هو أقل شيء قيمة بما يرتبط بالإنسان وبمتعلقاته، وعندما يكون النعل ذا قيمة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، ذا قيمة كبيرة في ذهن الشاعر العالم الموريتاني، لأن ابن رازق عالم يتخذه مجال يتمدح به، فما بالك بالأشياء الأخرى المرتبطة بسيد الخلق. كذلك ما قلنا نسمعه في قصيدة الميمية محمد اليدالي المعروفة الخالدة، التي أيضا هي أصلت لي، لم تؤصل للمدح فقط، وإنما أصلت للشكل والتثاقب مع شكل القصيدة، لأنها ترتبط فيها القصيدة العربية القصيدة الحسانية بالمقام الأندلسي. أستاذ سيداتي الأستاذ محمد الأمين، تعليق إضافتك على رجال الأستاذ سيداتي، وبعدين قصيدة الوقت عاد. تعليقي قصير،
كما يتطلب الوقت. أعتبر أن المديح النبوي هو المجال الخاص الذي يجد فيه الشاعر الموريتاني طعما خاصا، إشراقا روحيا، تعبدا، سعادة في حياته اليومية، ويرجو ذلك سعادة في الآخرة. وبالتالي بالنسبة للشاعر الموريتاني يمدح كل شيء، هذا كل شيء. لأنه أنت شاعر موريتاني ولقيت قصائد في المديح النبوي الشريف، سنستمع يعني إذا كانت ثمة قصائد. العام قبل الماضي لقانا أحد المحبين، الشعراء المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حفلا لمصلاته صلى الله عليه وسلم بمناسبة ميلاده في قرية قريبة من هنا، قرية وليد، ودعاني إلى ذلك الحفل، وهو حفل متنوع شمل الشعراء والمغنين والعازفين، وكان تعبيرا عن نصرة حقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان مني إلا أن بدأت قصيدة بإشادة بالقيم على الحفل، ثم خلصت إلى الغرض، فقلت بعد المقدمة، قلت: هو المنة المسداة بالخير للورى، والرحمة المهداة والنعمة الكبرى، فآيات حب المصطفى لبيانه توالت علينا معجزات له تترى، تنسم ميلاد النبي فتنفست به الصعد الأكوان بالبشر والبشرى، بمولده قد أشرق شمس أمة لها بالهدى ما يحجر الشمس والغدرى، به ابتهج الكون ابتهالا وفرحة، وبش به بشرا وضاء به فجرا، ففاح أريه اليمن نصرا وعزة، ولاحت تباشير تلي العزة والنصرة. مواجد هذا اليوم رغم تجلدي سكرت بها سكرا كمن شرب الخمرة، مواجد هذا اليوم رغم تجلدي سكرت بها سكرا كمن شرب الخمرة، ألا يا إمام المرسلين وغوثهم أغنى إمام الناس واجهت الحشرة، بمدحك لا أنفك وأمدح كل من يحاول فيك المدح يستعظم القدرة، ألا إنني أحببت من قد أحبكم وأعملت في مدحي له الشعر والنثرى، شربنا بذكراك المحبة قرقا فهمنا بها ذكرا وهمنا بها ذكرى، فدبت حمي الشوق فينا فهيجت لواعش حب لا نطيق لها صدرا، حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيبي رسول الله هل لي وصلة فيشفي حبا قد تزايد واستشرى، فيا ليتنا سرنا وسارت ركابنا إليك بمسرا بعده نحمد المسرى، لنطفئ من نار التشوق حرقة توقد في الأحشاء كأن بها الجمرة، بحبك نرجو أن ننال شفاعة بها الله يمحو عن صحائفنا الوزرى، وينصي في أعمارنا بمسرة ويوسع نورا في الممات لنا القبرى، فنأمن في الدارين أمنا يعمنا فلا نختشي خسفا ولا نختشي خسرا، فإني بحب المصطفى متوسل به أبتغي عند الإله غدا ذخرا، فيا ربنا شفعه فينا غدا فما لنا غيره ذخرا لدى دارنا الأخرى، عليه صلاة الله ثم سلامه مدى الدهر تترى، ما تجددت ذكرى مع الآل والأصحاب ما هبت الصبا، وما سجع عمري بالليلة القمرى، صلى الله عليه وسلم. قبل أن ننهي الحلقة، في شهر رمضان المبارك شاهدنا النسخة الثالثة لمهرجان ليالي المديح، هذه التجربة ما هي الإضافة التي ستضيفها للساحة الأدبية؟ على كل حال، ظاهرة ليالي المديح ظاهرة جميلة جدا، لا شك أنها ستعطي لهذا الدون، هذا الدون الذي بعض الناس للأسف يقول خطأ أنه كان يرتبط بشريحة معينة، لم يرتبط بشريحة، لأن كل الشرائح كانت تتغنى بحب النبي صلى الله عليه وسلم،
سواء كل حسب طريقته وكل حسب موهبته الشعرية. وهذه الليالي ستعطي لمنتهن المديح النبوي إضافة نوعية وقيمة ثقافية واجتماعية تجعلهم ينصهرون في الثقافة المعاصرة، وتجعل المديح النبوي ثقافة معاصرة بامتياز، وتعطيه لفتة وهي ظاهرة مهمة تتحلق حول الناس حولها بعيدا عن المسلسلات وبعيدا عن ثقافة الضحك. بس محمل من هذه المهرجاناتها ونسخة ثالثة من ليالي المديح وما إلى ذلك، هل يمكن أن تقف في وجه المتطاولين على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما نرجوه ونؤمنه، ونود من الإعلام ونطالبه بأن يدعم هذه المهرجانات وأن يؤسس لها وأن يعطيها القدر الكافي من الإشادة ومن الدعم، لأننا نواجه تحديات عالمية كبرى تمس هذا المجال الذي هو بعدنا الروحي هو عبادتنا هو حياتنا الداخلية. إذن الأستاذ والأديب محمد لمين لنن رئيس المجلس الأعلى لاتحاد الأدباء والكتاب الموريتاني، شكرا جزيلا لك. طبعا هذا الموضوع لا يمل الحديث فيه. شكرا أيضا لضيفي الكريم الدكتور سيداتي والسيد الخير أستاذ جامعي وباحث في مجال الأدب. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام، وشكر للزملاء في الإخراج سامولي محمد راوي، أيضا في هذه تحياتي عبد الله بن ناهي. إلى اللقاء.